يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن أهل السنة لا يفرق بينهم، فما هو سبب وقوع النزاع بين أهل السنة في عصرنا هذا حيث أصبح بعضهم يبدع بعضا؟ الهوى سببها أمران، إما الهوى وإما الجهل. وأنا قلت لكم ما مجرد الانتساب للسنة أو للسلف ما يكفي، لا بد أن يتعلم ما هو منهج أهل السنة وما هو منهج السلف الصالح. أما مجرد أنه ينتسب بدون تعلم هذا يضر أكثر مما ينفع. نعم.